هنتكلم الاول نقول ان دعوه الطلاق هو حق من حقوق الزوجه انها تلجا الى المحكمه لتطلب الطلاق او التطليق من زوجها ولكن القانون اباح للزوجه انها تلجا للمحكمه وترفع دعوه طلاق لما تتوافر اسباب حددها القانون بموجبها يحق للمحكمه يحق للزوجه انها تلجا للمحكمه وتطلب التطليق من المحكمه هذه الأسباب حددها القانون وبالتالي فمش أي زوجة تلجأ إلى المحكمة وترفع دعوة طلاق تجاب إلى طلبها بالطلاق. لأ هي دعوة بتتداول في المحكمة والمحكمة بتبحث مدى جدية الأسباب اللي أبدتها الزوجة في عريضة دعواها عشان تقول كانت تستحق الحكم لها بالطلاق أو التطليق من عدم. طب إيه هي الأسباب اللي تبيح للزوجة انها تلجا للمحكمه عشان تتطلق الشائع في مجتمعنا واللي احنا بنشوفه وعارفينه ان لما بيتزوج الزوج من زوجه اخرى ده بيدي الحق للزوجه الاولى انها تلجا للمحكمه بدعوى طلاق وتطلب من المحكمه ان يصدر حكم بتطليقها من هذا الزوج لزواجه من اخرى ولكن هل لمجرد زواج الزوج من اخرى ده في حد ذاته سبب يبيح الطلاق طبعا لا وعايزين نشرح الجزئية دي تحديدا لما بتلجأ الزوجة للمحكمة وترفع دعوة طلاق ويكون سبب الطلاق هو زواج الزوج من أخرى هذا وحده لا يكفي لأن الشرع أباح للزوج أن يتزوج مزنة وثلاثة وربع ولكن لازم ويقع عليها عبء إثبات ان زواج الزوجه من الزوجه الاخرى اضر بها معنويا وماديا ونفسيا بمعنى اخر ان لا يكفي ان يكون الزوج تزوج من اخرى عشان يحق لزوجته الاولى انها ترفع دعوه طلاق ولكن لها ان تثبت ان هذا الزواج من اخرى خلى هذا الزوج لا يعدل بينهم في المعامله او ان هو اضر بها نفسيا هجرها وراح للزوجة التانية وأقام معاها مثلا أو أنه هو ما بينفقش عليها بل بينفق على الأخرى فدي كلها أضرار وقعت على الزوجة الأولى وتضررت منها وعليها عبء إثبات وقوع هذه الأضرار بها سواء كانت أضرار نفسية أو مادية أو معنوية عندما تستطيع الزوجة الأولى أنها تثبت للمحكمة أن وقع عليها ضرر من زواج زوجها من زوجة أخرى في هذه الحالة المحكمه بتجيب الزوجه للطلاق طب كيف تثبت الزوجه ان وقع بها ضرر من هذا الزواج الذي تزوجه الزوج من اخرى اثناء نظر دعوه الطلاق المحكمه بتحيل دعوه الطلاق للتحقيق الدعوه بترفعها الزوجه وبتكتب في عريضه دعواها طبعا بيرفعها لها محام وبيكتب في عريضه الدعوه الاسباب اللي بموجبها هي بتطلب من المحكمه صدور حكم بالطلاق اثناء نظر دعوه الطلاق المحكمه بتحيل دعوه الطلاق للتحقيق يعني ايه التحقيق يعني على الزوجه انها تجيب شهود من طرفها وعلى الزوج انه يجيب شهود من طرفه والمحكمه بتحقق وبتسمع الشهود بعد تحليف اليمين وتشوف سبب الخلاف وتبحث مدى توافر الاسباب التي ابدتها الزوجه في عريضه دعواها من عدمه طبعا شهود الزوجه بالطبيعي جدا هيشهدوا لصالحها ويحاولوا يثبتوا الاسباب اللي ذكرت في عريضه دعواها وعلى النقيض شهود الزوج هيحاولوا ان هم ينفوا ان في هناك ضرر قد وقع المحكمه بما لها من بصر وبصيره وخبره في مناقشه الشهود هي اللي بتقيم ايهما اصدق ولها حريه تكوين عقيدتها في تاخذ باي اقوال من شهود الزوجه او شهود الزوج. ربما تتوافر لدى الزوجه مستندات ده خلاف الشهود واقوال الشهود واطمئنان المحكمه لاقوال الشهود او عدم اطمئنان المحكمه ربما الزوجه يتوافر لديها مستندات برضه هي بتقدمها تثبت بيها جديه دعواها وتثبت بيها السبب اللي بسببها رفعت بيه دعوه الطلاق في كل الاحوال لو اتكلمنا مجملًا عن دعوه الطلاق ان دعوه الطلاق عندما ترفعها الزوجه بتبدي اسباب في عريضه دعواها بتطلب بموجب هذه الاسباب انها تتطلق زي ما قلنا زواج الزوج من اخرى واضرار مادي او نفسي او معنوي وقع بها نتيجه هذا الزواج وهناك اسباب اخرى ربما تبديها الزوجه في دعوه طلاق برضو بتحال الدعوه فيها للتحقيق زي ايه الاسباب الاخرى؟ ممكن يكون الزوج هاجرها مده قانونيه كبيره بلا عذر او سبب كهاجر مثلا او سافر وهاجرها مده معينه ممكن يكون الزوج تم الحكم عليه نهائيا في عقوبه مقيده للحريه يعني مسجون وبالتالي هي متضررة فتلجأ لدعوة الطلاق ممكن الزوج يكون عنده عنة أو عجز آه غير قادر على المعاشرة أو إتيانها حقوقها الزوجية وبالتالي دي كلها أسباب بتكون محل بحث المحكمة عندما تبديها الزوجة في دعواها المحكمة بتحققها وتشوف لو توافر سبب من هذه الأسباب وقدرت الزوجة أنها تثبت أي سبب من هذه الأسباب هنا المحكمة بتجيبها للطلاق عشان كده احنا بنشوف دعاوى الطلاق في المحاكم الاسره مع كثرتها يعني كتير بتاخد رفض وبتعجز الزوجه عن اسباب عن اثبات الاسباب التي ابدتها في عريضه دعواها وبالتالي هي بتاخد الدعوه رفض